بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن مذبحة القرن أو مزرعة أبو سليم، سجن أبو سليم. تحدثنا عن واقع السجن، طبيعة السجناء، أنواعهم، من أين جاءوا، وتحدثنا عن معاملة السجن وأحواله وظروفه، من الأطعمة للأدوية للمعاملة للتهوية للرطوبة للأمراض. تحدثنا وشخصنا حالة السجن قبيل المذبحة. وصلت بالسجناء كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وصل بهم الأمر إلى أستوى عندهم الموت والحياة، بل البعض يفضل الموت على الحياة في تلك المعيشة التي نلخصها وبكل يعني اختصار كما ذكرنا من قبل. حتى الخنازير لا ترضى أن تعيش أو تقبل بتلك المعيشة. الخنازير لو فيه مجموعة خنازير تعيش بتلك الظروف لا تظاهرت ولا اعتصمت ولا تمردت. فماذا قرر الشباب؟ يعني أراد الشباب إنهاء مسلسل هذا العذاب، إنهاء المسلسل. الناس مش عارفين أمتى يحاكموا، معاملة سيئة، أكل جيد، يموتوا يتساقطون من السل والدرن وباقي الأمراض والآزمة. بعضهم قتل تحت التعذيب، يعني موت بطيء، حكم بالإعدام بطيء، موجودين في تلك الحفرة إلى أن يأخذهم الله سبحانه وتعالى. قرروا إنهاء هذه الحالة، وقررت إحدى الزناجين أن يقوموا بعصيان مدني. فيوم الجمعة كان يشتهر بأن أقل الحراسات وأن الإدارة مش موجودة. يوم الجمعة 28 يونيو 1996، في فترة توزيع وجبة العشاء تقريبا عند الساعة بالأربعة الخمسة كاي مساء، مجموعة من السجناء من عنبر رقم 4 من الزنزانة التاسعة في عنبر رقم 4، مجموعة من السجناء. هو حتى هذا التمرد قامت به زنزانة. التمرد اسم يطلق على لما السجناء كلهم يطلعوا يتمردوا ويتظاهروا ويضربوا الحراس ويكسروا الأبواب وكل ما، فيسمى تمرد. وترسل الدولة قوات وتحاصر السجن ويصير مفاوضات وتفاوض وينتهى التمرد. لكن هذه زنزانة واحدة، زنزانة بسيطة من عشرات الزنازين في ذلك السجن. فلما يجيبوا العشاء يجيبوا فيه ثلاثة حراس، واحد عنده سلاح يقف عند الباب، واحد يدخل في العرب اللي فيها العشاء، وواحد يفتح في الباب. فالشباب داخل تلك الزنزانة مسكوا الحارس اللي جاب العشاء وجروا وراه الحارس الثاني، خذوا منه مفاتيح الزنازين الأخرى وبدأوا فعلا فتحوهم كلهم. فتحوا الزنازن اللي في القاطع الرابع اللي هم فيه، زنزانة 9 في القاطع الرابع، ففتحوا زنازين القاطع الرابع، ثم فتحوا الزنازين في القاطع الثالث والخامس والسادس. إذن عندنا القاطع الثالث الرابع الخامس، فتحوهم الشباب، خذوا مفاتيح من الحراس في وقت العشاء وفتحوا الزنازين. تدخل الحرس بالسلاح، بشوفوا قسطاح الحرس وبدأوا يرموا في الرصاص، مع أن الشباب بقوا في الزنازين، يعني ما طلعوش من السجن وجروا بيهربوا، واحد بقوا مفتوحة الزنزانة صحيح وما فيش حد منهم طلع من الحبس، لكنهم استعملوا السلاح. ماتوا ستة قبل المذبحة في هذه الليلة، قبل الليلة ماتوا ستة هم الشهداء: جلال الجامعي، عبد الواحد السويري، خالد العقيلي، أحمد القطعاني، علي الشاعري، ويونس الزوي. قتلوا في أثناء تلك التصادمات، وجرح العديد منهم. بعض الذين جرح: محمد صالح المجبري من جالو أصيب في كتفه، جمع الشلماني الدرسي من بنغازي، جرح أحمد العمامي من مدينة المرج، جرح عز الدين مرواس من الكيش من مدينة بنغازي، موسى جرح أيضا، موسى زعيط المنفي من طبرق وحكم عليه بالمؤبد بعدين، وأخ تونسي اسمه رضا التونسي حتى هو من تونس أطلقوا سراحه بعدين، وسجن تونسي آخر اسمه عشور بفريوة أو بفرو، إن شاء الله أتحقق من الاسم الصحيح المرة القادمة. وسجن وجرح الكثيرون آخرين. أوقف بعد هذه الحادثة، الآن على الأخ المشاهد أن يتخيل المنظر، يعني تمرد من زنزانة، فعلى طول
بيشوفوا قسطاح بده يرموا، ماتوا، سقط وجرح من جرح، واوقفوا توزيع وجبه العشاء في السجن المركزي وفي السجن العسكري. ثم جاء بسرعه على طول جاء عبد الله السنوسي وفد من على يعني من قاده الامن، القاده الامنيين عبد الله السنوسي، فرج بوغاليا، عبد الله منصور، موسى كوسة، خيري خالد، وناصر المبروك كان وزير العدل في ذلك الفترة. جو كوفد من الدولة لمحاولة إيقاف ما سموه هم بالتمرد، وأنا أسميه تمرد زنزانة. تم اختيار وفد من السجناء أيضا، أو مجموعة تمثل السجناء في التفاوض مع الوفد اللي جاء مع عبد الله السنوسي وفرج بوغاليا ونظر منون. فاختير محمد جمعة من قاطع رقم 3، محمد غليوة من قاطع رقم 4، ومحمد أبو سدرة من قاطع رقم 5، وعبد الوهاب الشماخي من قاطع رقم 6، ومفتاح زواوي أيضا من قاطع رقم 6. هذا هو الوفد الذي يفاوض على السجناء. طبعا لما جو الشباب قالوا نحن ما عندناش هذا الوفد، ما عندناش مطالب سياسية، عندنا موت والحياة سوى سوى، ما نش خايفين، ولكن ما عندنا شيء سياسي نطالبه به، نطالب بقضايا بسيطة جدا، وهي مرة أخرى توفير رعاية صحية للمرضى، أخرى مش لنا نحن يعني، للجريح ولا المريض، نبوله رعاية صحية البسيطة جدا جدا يعني. هذه أحد الطلبات، تحسين الأوضاع المعيشية في السجن، الأكل، ما الأكل وما إليه. هم كان خلوا الأهالي يجيبوا لهم أكل، رام كفوا الدولة وكفوا هني، يجيبوا في مية الشلبة ننظر شن فيها في النص ويسموا فيها وجبة وما إليه. النظر في الوضع القانوني، ناس محبسة من كل مكان، جايبينه من كل تركينة، وكل مرة يجيبوا لك 15، مرة 50، مرة 80، وما مش عارفوش الناس نحن شن دايرين يعني. حكمونا يا أخي، حققوا معنا وحكمونا وحبسونا، ولا عدمونا، ولا طلعونا براءة، ولا دبروا، قاعدين يكو خلاص السنين يمشن سنة ورا سنة ورا سنة يعني. فطالبوا بي كلموا الوفد هذا، قالوا باش نبقى وضعنا القانونية يا أخي، السماح للأهالي بالزيارة إن شاء الله مرة في 3 شهور على الأقل، نساء وعجائزنا وأمهاتنا يعني مش عارفين أبناء وفلذات أكباد محيين ميتين شن شكل وشن كذا. تحدثنا الحلقة السابقة عن الألام والأحزان في كل موسم، في كل عيد، في كل الحج، في كل زيارة، في كل عرس، في كل ماتم يعني. منظر الطيف أبنائهم يعني موجودة في البيت، لا يمكن تفارق في الأكل، في الغداء، في العشاء، عذاب يومي، عذاب يومي يعني. الإنسان استغفر الله العظيم يا ربي، متوفي خير، عارفين نتوفى ودفن وخلاص، أحسن من ما هوش عارفين مختطف مغيب يعني، حي ميت، عذاب، عذاب للأسرة وعذاب للسجين. فهي تغيير الطاقم الإداري، طلبوا أيضا من مطالبهم تغيير الطاقم الإداري، لأنه قمعي متخلف، قمعي من أكلة رحوم البشر، أعوذ بالله، جهل على غلاظة على جلافة، يبي يتقربوا للإله متاعهم بتعذيب البشر هذين. يعني احنا حتى الحيوان ممنوع تعذب عندنا، القبر، احنا القبر لله، صاحب القبر مدفون 40 سنة له قانون ما نمشوش عليه يعني، عندنا رسالة حضرية رائعة. الميت له حقوق، الجثة لها حقوق، القبر له حقوق، الحيوان له حقوق في الإسلام، فما بالك الإنسان لربي أسجد مرة أخرى، أسجد لأبونا آدم الملائكة، ولقد كرمنا بني آدم، الله كرموا هذون، ذلوه، استعظموك لا شيء يعني. حتى الحيوان لا يسمح بهذه الأعمال، ممنوع تديرها حتى الحيوان في الفطرة السليمة، ما تديرهاش، ما ترضاش تديرها حيوان. كيف الناس هذوم يمارسوا في هالأشياء ضد هؤلاء البشر؟ إذن توفير الطعام، توفير الرعاية الصحية، ولا لا، شوي وكال، شوي رعاية صحية للجرحى والمرضى، شفاء رسول الله، الناس كملت بالسل وبالأزمة وعلى أدوية بسيطة جدا، ب5 قروش و10 قروش قاعدات في الصيدلية، أدوية تافهة جدا تنقذ إنسان يا راجل، تنقذ إنسان. السماح للأهالي بالزيارة، والنظر في الوضع القانوني، مطالب عادية، ليست مطالب سياسية، ليس يعني كذا. فقال لهم عبد الله السنوسي يعني رئيس الوفد، أنا أتكفلكم بشكل شخصي بتحسين الأوضاع وعلاج المرضى والجرحى، لكن قضية إني نغير لكم الطاقم ونحاول، هذا الأمر مش بيدي، ماشي. وأيضا طالب أن يحاكم الناس اللي بالزنزانة، هذم يحاكموا، يجدوا حكمهم أخرى على أفعالهم اللي دروها. طبعا لم يرضى، مش كل السجناء رضوا بهذا، وطالبوا بضمانات، أعطينا ضمانات إن كلامك هذا مضبوط، وإنك أنت بتحسن، كان تبينا نردوا للزنازين ونسكروا على أرواحنا مرة أخرى بسرعة يعني، أعطينا الضمان.
بعدين قال لهم عبد الله السنوسي حسب ما يروى حسب ما تواتر وحسب مصادر في هذا الكتاب اللي التضامن لحقوق الانسان اصدرته، قال لهم باستطاعتنا ان نضع دبابه من هنا ودبابه من هنا ونسويكم بالارض. يعني ما تكوشوش علينا وما تدروش، يعني ما فيش حاجه اسمها حقوق الانسان، ومستعدين نخلوكم في السجن لا اكل ولا شرب ولا حاجه. شيء نسكروا عليك واللي يطلع الرصاص ياكله. هكذا قالهم يعني. هو يروى عبد الله السنوسي دائما يستمع في موضوع السلاح، حتى في مفاوضاته مع سجناء اخرين في مراحل اخرى يقول لهم نحن اخذناها بالسلاح، اللي بيها ياخذها بالسلاح، نحن اخذناها بالسلاح، دائما الجمله هذه على راسه. المهم المفاوضات استمرت على عند فجر يوم السبت، يوم المذبحه 29/6 استمرت المفاوضات. وانتهت بقبول السجناء في الاخير، بكل قبلوا أن يعودوا إلى الزنازين بتاعهم بعد أن أعطى عبد الله السنوسي مواثيق الكاملة الكافية للسجناء بأن لا يمسهم سوء، ماشي، ووعدهم بتحقيق مطالبهم. بعدين عاودوا سجناء، خلاص سلموا وعاودوا واستسلموا وكذا. فشنو أول خطوة درتها إدارة السجن؟ شنو هو؟ أول خطوة درتها غيرت الأقفال. تصور يوم 28 في الليل في العشية ما جاش السبت الا الاقفال كلها متغيره، وكم زنزانه عدوا عاد في بوسليم. لما تنطفى لمبه على الناس داخل السجن تبي لها 3 شهور باش يغيروا اللمبه. واحد يبي حبه اسبرين ونهار سلسبيل عروق اسود باش يحصلها، لان يكره حاجه اسمها دواء ويتمنى الموت. عدويه بسيطه. يبي يطلب طلب معين 6 شهور 7 شهور. لكن الاقفال تغيرا في بين ليله وضحاها. أقفال يعني مش حتى لامبا ولا حبة أصبر ولا إنسولين ولا شيء من هالقبيل. إذن غيرت إدارة سجن الأقفال بسرعة وأغلقت الأبواب وسكرت على السجناء، ماشي الحال. بعدين حدثت حركة غريبة جدا في السجن. نحن عندنا سجنين كما يذكر المشاهد الكريم، السجن المركزي والسجن العسكري، كل هذين يشكلن مع بعض نفس المبنى بين الأسوار وبين كذا وهنا. فسحبت مجموعة تفاوض أخذت وانحطت في مكان ثاني، ماشي الحال. و يوم السبت في الصباح بدأت عملية توزيع السجناء، حركة غريبة في أخذ السجين من هنا كما حدث في سجن تدمر سبحان الله في الثمانين، يعني بالضبط اللي حكينا عليه اللي في سوريا تحت نظام حافظ الأسد، نفس الشيء. حتى هو جاب سجناء من برا من السجن، حول سجناء من هنا، حط سجناء غادي، نفس الحركة سوتها إدارة سجن بوسليم تحت قيادة الأخ العقيد معمر القذافي وقيادة هذه المجموعة الأمنية وقيادة إدارة السجن. شنو داروا؟ شوفوا سبق الترصد والإصرار، خلطوا الجماعة مشكوهم، اللي بيقتلوهم جابوهم للسجن المركزي، واللي ما بيش يقتلوهم في الوقت هذا طلعوهم من السجن المركزي. حتى اللي طلعوهم بعضهم أعدم بعدين، كيف جماعة ورفلة، انقلاب ورفلة مثلا. فشوف التمشكاية شن صار. طلعوا واحدين من السجن المركزي اللي بتصير فيه المذبحة، طلعوهم منهم المجموعة جيم، كان تذكروا ألف وباو جيم، المجموعة جيم تقريبا 250 سجين، طلعوهم من السجن المركزي وحطوهم في السجن العسكري، بينجوهم من المذبحة. بعدين مجموعة عسكريين في قضية بحرية، مجموعة ضباط بحرية، طلعوا 4 ضباط منهم، قضية ضباط البحرية اسمها، 4 ضباط نقلوهم حتى هم من العسكري إلى المركز، اللي هم عوض المجريسي، بوخشيم سالم، وقشيش، وتركوا آخرين، تركوا بعض الضباط البحرية الآخرين اللي هم مماش، سيد محمد علي مماش، محمود حماد، وسالم الزايدي، خلوهم. نفس القضية، قضية البحرية، طلعوا مجموعة وخشوا مجموعة، أخرجوا مجموعة معارضة تتبع تنظيم اسمه منظمة البركان، سالم هارون، نور الدين الشريف، وصلاح الصادق، طلعوهم من المركزي حطوهم في العسكري. اللي يطلع من المركزي العسكري هذا لن تطاله المذبحة. بعدين يعني من العسكري، الآن من العسكري جابوا مجموعة للمركزي اللي هم أحمد الثلثي، هو كان من ضمن 100 اللي ممنوع عليهم الخروج، جابوا أحمد الثلثي، جابوا مجموعة كرسة، منطقة حصل فيها مواجهات بين النظام
والجماعة الإسلامية المقاتلة ماشي، فقبض عليهم. ومن ضمن اللي جابوهم من كرسة، من مجموعة كرسة، حطوهم من العسكري للمركزي إبراهيم العمامي، فرج ميكائيل كان يسمى بفرج كمبوت، ومجموعة جدابية، مجموعة كرسة الآن مجموعة جدابية، أيضا حولوهم من المركزي، أسف، حولوهم من العسكري وجابوهم للمركزي، مجموعة جدابية اللي على خلفية أحداث اختفاء السلاح في مدينة جدابية ومعسكر الحنية، اعتقلوا مجموعة حطوها في العسكري، الآن ليلة المذبحة يوم المذبحة جابوهم للمركزي. ما عدا الاثنين، ما عدا الاثنين مجموعة جدابية، اثنين اللي هربوا مع الثلاثة عشر وردهم، ردوهم هلهم، اللي هم سعد شامبو ومحمد الرجيلي، اثنين هذوم ما جابوهمش في السجن المركزي. جابوا المرضى، سحبوهم المستشفى كلهم، سحبوهم من المستشفى ونقلوهم إلى السجن المركزي. المرضى والجرحى اللي يروحهم طلعوهم في هذه الليلة، طلعهم عبد الله السنوسي باش يروحهم يعالجهم وما إليهم. من المرضى والجرحى هذوم نجوا من 10 تقريبا إلى 15 واحد. بعضهم مات بالدرن، حتى اللي نجا من المذبحة مات بالسلبة بعيدكم، منهم واحد شادي المهدي حمر أسمى ويونس أبو خنا الليبي آخر. ثم تم إحضار سجناء من سجون أخرى مش من بوسليم، سجناء آخرين من سجون أخرى في المركز. فشوف الإعداد الساحة للمذبحة. إذا نحن تحدثنا عن أنواع السجناء، تحدثنا عن المعاملة، تحدثنا عن تمرد زنزانة واحدة، تحدثنا عن تفاوض الدولة، الدولة يعني عبد الله السنوسي وبرج بوغاليا والقوس هذوم الدولة مع شباب أعطوهم وعود، ثم بعد الضمانات وبعد الوعود تم تمشكاي وإعادة توزيع السجناء بسبق الترصد والإصرار ليوم المذبح. يعني جريمة موثقة، جريمة فيها نية من الدولة بالذبح والقتل والاغتيال، وبدليل ما حدث هذا الليل وبأدلة كثيرة أخرى. هيئت الساحة، تهيئت الساحة إلى المذبحة. الآن المنظر واضح جدا، كل من يريد النظام أن يقتل وضعوهم في المكان وهيئوا مسرح الجريمة الذي سنتحدث عنه بإذن الله في الحلقة القادمة. حتى ذلك الوقت وقبل أن أختم هذه الحلقة، نتحدث كما ذكرنا في الحلقة القادمة عن التفاصيل المذبحة. قبل ذلك ذكرت في الحلقة السابقة شهداء مدينة الزاوية من ضحايا أبو سليم، لكن هي رابطة أهالي شهداء مذبحة أبو سليم فرع الزاوية هي التي أعدت القائمة التي تلوتها أو سردتها في الحلقة السابقة، لكن الضحايا ليسوا من الزاوية فقط، ولذلك سأعيد إن شاء الله سرد الأسماء حسب مدنهم. ثم نواصل إن شاء الله الحلقة القادمة الحديث عن مذبحة. إذن سأعيد تلاوة الأسماء الضحايا الذي ذكرتهم من ضحايا الزاوية، وهم ضحايا ليس الزاوية فقط. إبراهيم العربي أبو ستة من الزاوية، جدايم أحمد عمر سالم الغويل من الزاوية، عبد الواحد عبد الله حنيش من الزاوية، عبد النبي محمد لصقع الزاوية، فتحي محمد علي شوشان الزاوية، محمد المختار عبد المولى الزاوية الحرشة، علي سالم مسعود أبو حربة الحرشة أيضا، محمد ميلود أحمد المودي الطويبة، محمد علي بن القاسم عبيدة العجيلات، خالد مبارك علي سعيد من العجيلات، خيري محمد علي جلول من صبراتة، بشير الهادي محمد الطبيب من صبراته، السيد علي محمد عون من الزاوية الصبرية، محمد أحمد عمر النعاس الزاوية الصبرية، الصادق محمد شلادي الزاوية بوعيسى، أبو القاسم المبروك الدباشي من صبراته، المختار محمد المنتصر كرير من صبراته، المنصف علي الشيباني عمر من صبراته، المهدي علي خليفة القمودي من صبراته، الهادي المبروك أحمد الدباشي من صبراته، مبارك محمد مسعود قريرة من صبراته، شكري علي محمد غرودة من صبراته، خالد سالم حسين بلاعو من صبراته، عبد الحكيم رمضان الجمل من صبراته، عبد السلام خليفة الذوادي دياب من صبراته، علي المبروك أحمد الدباشي صبراته، فتحي خليفة لحيشي صبراته، مفتاح سلومة عبد السلام صالح صبراته، جمعة محمد الصويعي سالم من صرمان، شكري خليفة رمضان من
قرب من زواره، رمضان الهادي الهوش من العجيلات، الطاهر مصطفى احمد عجينه الزاويه، عبد الحميد راشد علي راشد الزاويه، صالح عبد السلام محمد ساسي الزاويه المطرد، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الهنشيري الزاويه، زايد صالح علي الشعلالي من الزاويه، نوري المختار عبد الله نصرات الزاويه، موسى ساسي محمد المبروك الزاويه، محمد 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 لرو من الزاويه، عبد السلام المقطوف النكب الزاويه، عبد الحميد عبد الله احمد الخرم الزاويه، عبد الحكيم سالم عبد الرحمن بالحارج الزاويه، البشير احمد محمد الخرباش الزاويه، ابراهيم مولود سالم عبد الله الزاويه، عبد الحفيظ الشيباني الصويعي الحرشه، الشارف احمد الحومه الحرشه، عبد الباسط عبد السلام الهادي ابو عائشه الحرشه، علي محمد محمد الشباح الصبريه، عمار ابو عجيله محمد الاحمر من الحرشه، ومحمود احمد الحومه الاباح من الحرشه. اشار لي الاخ المخرج بانتهاء الوقت، نكمل باذن الله حديثنا عن مذبحه القرن، مذبحه ابو سليم، الحلقه القادمه. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.